للمزيد حول التقرير الأخير لهيئة النزاهة الذي كشف عن صدور أوامر قبض ضد مسؤولين متورطين بقضايا فساد، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بك سيد زياد. يعني بحسب هيئة النزاهة فإن 98 أمرا بالقبض والاستقدام صدرت خلال شهر كانون الأول الماضي ضد مسؤولين. السؤال هنا، ماذا يمثل هذا الرقم برأيك في ظل هذا الفساد المستشري في عموم العراق؟ تفضل. تحياتي لكم. نعم، يبدو أن هذا الرقم الحقيقة يمثل ما أصدرته منظمة الشفافية الدولية عندما قالت بأن العراق يتصدر المركز الأول في الفساد عالميا. وهذا الأمر الحقيقة، وهذا الرقم 98 شخص، هو رقم بسيط بالنسبة للأعداد الحقيقية التي يمكن أن يصل إليها القضاء والنزاهة حول المتورطين في ملفات الفساد. نحن نتكلم عن هدر بقيمة مئات المليارات من الدنانير، وخاصة في الفترة الأخيرة. اليوم كان في دائرة النزاهة هناك 6 أشخاص من أعضاء مجلس المحافظة تم إخلاء سبيلهم إما بتعهد أو بكفالة مالية نتيجة أحد الملفات. أيضا قبل فترة قصيرة أعضاء مجلس نواب ومسؤول كبير أيضا قائم مقام الموصل، وقبله النائب الأول، وقبله النائب الثاني، وهكذا. الحقيقة ملفات الفساد منتشرة ليست في محافظة نواب وإنما في عموم العراق وبنسب تتفاوت، لكن بكل الأحوال هذه الملفات تتصدر المركز الأول في أهم الملفات المعقدة في العراق بعد الإرهاب مباشرة، كون الفساد المستشري في داخل العراق لم يعد يطاق، ويعتبر العراق الدولة الأولى في الفساد حالة. نعم، اليوم مع إحباط محاولة لتهريب صباح الكناني المقرب من الصدر كما تعلم، والمتهم بقضايا فساد أيضا، السؤال هنا، هل يمكن لمقتدى أن يطرح مشروعا لمكافحة الفساد وقيادات تياره موسومة به، أي الفساد؟ تفضل. السيد مقتدى الصدر الحقيقة هو جزء من المنظومة السياسية ولديه تمثيل برلماني لا يقل عن بقية الكتل، إنما الأكثر ولربما في هذه الانتخابات الكتلة الأكبر هو لحد الآن، ولكن في عموم الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة كان هناك تمثيل للتيار الصدري، وهو جزء من هذه المنظومة السياسية في العراق، ويعتبر من المحافظين عليها الحقيقة، والمحافظين على تلك المكتسبات من ناحية الفساد، من ناحية انتشار الميليشيات المسلحة. السيد مقتدى الصدر رفع شعار لا وجود للميليشيات، ولكن هو يمتلك أكبر ميليشيا سرايا السلام، ومن قبله كان الجيش المهدي المتهم طائفيا. فلا أعتقد بأن السيد مقتدى الصدر أو التيار الصدري يستطيع أن يفعل شيء أمام الفساد المستشري في داخل العراق، ولن يستطيع أن يعالج ترسبات منذ سنوات موجودة داخل المجتمع، وهو جزء من هذه المنظومة بطريقة أو بأخرى، ولديه ممثلين في وزارات وفي البرلمان وفي الحكومة وفي كل مفاصل الدولة بكل تأكيد. نعم. سيد زياد، أوامر القبض بتهم الفساد شملت وزيرا حاليا ووزراء سابقين وبرلمانيين سابقين أيضا. السؤال، لماذا دائما تصدر مثل هذه الأوامر بالقبض قبيل أو أثناء أو بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة؟ لماذا برأيك؟ كل الملفات وليس فقط الفساد، كل الملفات تطرح، ملفات الأمنية، ملفات التهجير، ملفات الاعتقال، ملفات الإعدامات، كل هذه الملفات الحقيقة تأتي من باب الابتزاز والمساومة، وخاصة من الجهات التي محسوبة على المكون العربي السني بالتحديد، حيث يزايدون على دماء أبناء تلك المناطق. وكذلك الأمر في ملفات الفساد، حيث يتم ابتزاز العديد من السياسيين لتغيير بوصلة واتجاه إرادتهم من ناحية انتخاب جهة دون أخرى وترشيح أسماء دون أخرى. ولذلك ما نراه هو الحقيقة جزء من صراع على المناصب، وهذا الصراع يبدأ الآن وينتهي بتشكيل الحكومة، ثم يبدأ مرحلة جديدة من هذا الصراع ويستمر أيضا حتى انتهاء الدورة المقبلة البرلمانية المقبلة. نعم. باعتراف برهم صالح نفسه، فإن 150 مليار دولار هربت من العراق إلى الخارج
منذ عام 2003، وتقول كذلك تقارير أخرى أن أكثر من تريليون دولار تم تهريبها أيضا من العراق بعد عام 2003. إذن أين وعود الحكومات السابقة بمحاربة الفساد؟ وأين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم تسترد؟ تفضل سيد زياد. الشعارات التي ترفعها الحكومات المتعاقبة من بعد 2003 غير الناحية العملية وغير الحالة التطبيقية التي تقوم بها. يعني لدينا الملف اللبناني معتمد بشكل كامل على وزارة الكهرباء، لدينا دوائر ومؤسسات وميناء البصرة وكثير من المنافذ الحدودية، هذه كلها رايعة تذهب لأحزاب أو ميليشيات أو جهات حزبية مرتبطة بإيران. اليوم إيران منذ سنوات تعاني من حصار اقتصادي خانق وتحتاج إلى عملة صعبة، لكن الحقيقة دائما ما تجد ضالتها في مزاد العملة في داخل العراق، ودائما ما تجد ضالتها في العقود التي تبرمها مع دوائر الدولة مع الوزارات العراقية وبتدخل. يعني على سبيل المثال لا الحصر، تفضل، قبل أيام في سمعنا بشكل سري، قاموا بشكل سري بتمرير صفقة كبرى بقيمة 631 مليار بحجة بناء أو إنشاء شبكة مجاري في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، في الساحل الأيمن 631 مليار، بينما المخصص لهذا المشروع هو مليار واحد فقط وتم مناقلته من سامراء. يعني تدمير الجانب الأيمن بالكامل وحفره وانتظار سنوات طويلة لتخصيص هذه المبالغ. هذه المبالغ الحقيقة قيمة المشروع، الشخص الذي قام بإنشاء الكلف التقديرية قال بأن المشروع لا يتجاوز 225 مليار، بينما سجل في الكشوفات 631 مليار. ذكرنا الموضوع وذكرنا الملفات وذكرنا الكتب الرسمية تم إيقافه. كم ملف لدينا لربما الحقيقة لا يصل. قبل أيام تم إحالة أيضا مشروع سكني في مدينة الموصل في معسكر الغزلاني، عمولات وصلت إلى كذا مليون دولار. كل هذه الأموال الحقيقة تذهب إلى سياسيين في داخل العراق، تذهب إلى جهات وتذهب إلى خارج العراق أيضا لشراء أملاك وعقارات والحصول على الجنسية، ولدينا أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع من قبل شخصيات وتورط شخصيات على مستوى نواب ووزراء الحقيقة في الحكومة العراقية. وهذا ما نثيره دائما وما نكتبه في مدونتنا الشخصية، ويتم التحقيق الحقيقة في بعض تلك الملفات، ولكن سطوة السياسيين أكبر بكثير من أي شيء آخر. إلى السؤال الأخير سيد زياد، يعني بحسب منظمة الشفافية الدولية فإن العراق من بين أكثر دول العالم فسادا في السنوات الأخيرة، لماذا إذن يتم متابعة الناشطين الذين يكشفون قضايا الفساد بدلا من ملاحقة الفاسدين؟ الحقيقة هذا الأمر ينطبق علينا شخصيا، حيث أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيان شديد اللهجة توعدنا ليلة أمس بأنه سيقوم بملاحقتنا قضائيا، علما أن زياد السنجري المتحدث إليكم هو خارج العراق منذ 7 سنوات ويعني لأسباب أمنية. الحقيقة هذا الأمر ينطبق على كثير من الناشطين والصحفيين والإعلاميين وعلى كثير من المنظمات التي تكشف ملفات الفساد لا يراد في داخل العراق. كشف ملفات الفساد رغم أن المادة 38 من الدستور العراقي تنص على حرية الرأي والتعبير وكشف مثل تلك الملابسات والفساد، ولكن لا يتم التعامل مع الدستور العراقي وتعطيله في هذه الفقرات بين يمكن إذا كانت مصلحتهم يتم التعامل معه. لذلك سيد الكريم العراق قمع مشدد على وسائل الإعلام، على المكاتب الإعلامية، على الصحفيين والإعلاميين وعلى كثير من الناشطين الذين يقومون بنشر تلك الملفات، ولا يسمح لهم بتداول أي معلومات تمس الفاسدين في داخل العراق. وهذا أمر مؤسف والحقيقة ينم عن قمع للحريات الصحفية والإعلامية والناشطين في داخل العراق. من فيينا كنت معنا عبر سكايب الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.